أنا واحدة ضد رفع الأسعار لأننا عندنا ميزانية وإحنا زين نمشي أمورنا في البيت. بحكم الوضع اللي قاعدين نعيشه بالوباء ضد هذا الشيء يصير عندنا. مع المقاطعة. شوف أنا مو مع أو ضد، يعني هو البدائل الموجودة اللي مو حاب إنه يستخدم أو إنه يعني يشتري من المنتجات اللي ارتفعت أسعارها عنده بدائل موجودة. طبعا احنا ضد هذا الشيء لانه يعتبر مثل ما يقولون زياده على المواطن، يعني الشعب كله في الخليج عامه ظروف صعبه، وهم كل يوم رفعوا اسعار 25 فلس 100 فلس وصلوها 150 فلس 200 فلس، وفوق هذا الوضع صاير مع ازمه كورونا شوي صعب على المواطن البحريني وعلى جميع الجاليات بشكل عام، فضد هالشيء يعني طبعا. فالسعر الاولي احسن. هو ترى عن ارتفاع الاسعار بعد احنا مو مؤيدين، بس يمكن يكون له مبررات. احنا من ناحيه ثانيه نطالب برفع الرواتب، مثلا رواتب الموظفين. بالتاكيد ضد القرار لرفع الاسعار، بس اشوفها فرصه علشان الاعتناء بالمنتجات المحليه. نحن دائما مع المنتج البحريني طبعا، ونحن يعني بنعتبر حالنا من اولاد هالبلد وعايشين من خيره وناكل ونشرب من خيره، فاكيد البحريني لازم يتكل على منتجات بلاده. فالسعر الاولي عشان يزيد الارباح، فسعر ذي الشيء فينقل يخفض الارباح طبعا. ونحن بندعم المنتج البحريني دائما. فما اعتقد في احد بتقبل رفع اسعار، وبالذات للمشتقات الالبان اللي هي من المواد الاساسيه لكل بيت وكل منزل. ونتمنى ان الشركات تراجع نفسها وترجع اسعارها الطبيعيه حق ان نتعايش بهذا الوضع اللي احنا نعيشه. زين شلون الشركات راح ترفع رواتب الموظفين اذا هي ما زالت الاسعار؟ فاكيد ضد. والالبان المحليه فيها الخير والبركه، والاسعار احسها متناول الجميع مناسبه وذات جوده عاليه. اذا كانت الزياده بنسبه بسيطه يعني ونسبه معقوله فيمكن الامر عادي، بس اذا كانت الزياده بنسبه كبيره جدا فالامر اكيد مرفوض يعني. فاحنا من قبل كنا يا اوال، لازلنا الحين نستخدم صراحه روب اوال. وضحت لنا المشكله ان بسبب اعتمادنا على غيرنا نحتاج نبتدي ننتج محليا.